سر خايف يا فتحي، لا يكون جرى لها حاجه هي ولا بطنها. يا اخي تفهم من بقك، وبعدين ما انت عارف الخبر الوحش بيوصل ما بيستناش. طب مش جايز تكون راضيه ولدت وهربت بابنها وحموت من غير ما اشوفه؟ بعد الشر عليك يا نعمان. بعدين ان شاء الله بكره هتعتر عليها وتشوف ابن خالد، ويمكن يا اخويا تلاقيها دلوقتي داخله عليكم معاها الوقت. يا رب. بس ما تزعلش مني يا نعمان، خالد لازم يروح المستشفى. غلبت معاها يا فتحي، ده حتى مش عايز يروح ياخد الحقنة اللي بتهديه وتخليه كويس أسبوعين تلاتة. بنتي فين يا حاج؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا حاج، لما تكون عارف ان ابنك تعبان كده واتجوزه لاختي. اخرس يا بنت، انت بتحاسبيني على الحاج؟ وانت مالك انت؟ لما ابنك يكون تعبان كده توديه سرايا السفرة مش تجوزه. لا حول ولا قوة الا بالله. ربنا يسامحك يا بابا. بصراحة خالد ما كانلوش جواز تاني. بابا كان نفسه يفرح بابن خالد. وهي راضية اهي، مش عارفين لها طريق ولا مكان، ويا عالم ايه اللي جرالها. مش جايز تكون ماتت وهي بتولد؟ بعد الشر. ليه ماما بتقولي كده؟ ماما عندها حق، ما هي لو كانت لسه عايشة كانت ظهرت. هي ليها مين غير ابوها واخواتها؟ صحيح، واللي بيموت ده مش بيلاقوا له جثة. بس تعرفي يا ماما، ممكن اللي لقاها يكون دفنها سكيتي، خاف يعني من السين والجين. حرام عليكي يا راقية، ما تقوليش كده. أنا بس اللي محيرني إيه اللي خلى خالد يتهم راضية بتهمة بطالة زي دي؟ مش بعيد يكون شاف عليها حاجة كده ولا كده. ما تقوليش كده يا ماما، راضية مش وش الحاجات دي. يا أختي الله أعلم، هو إحنا كنا نعرف عنها إيه قبل ما تتجوز خالد؟ بس بقى يا راقية، بس بقى يا شيخة يا ساتر. ربنا أمر بالستر يا راقية. اتفضل. متشكرين يا ستي. ألف هنا وشفا. دي فلوس شهرين مقدم. وده عقد الإيجار بتاعك. بس اوعى تتأخري على الدفع الفلوس. ربنا يسهل الحال. هو مكتب الصحة اللي هنا فين؟ مكتب الصحة؟ عايزة أطلع نسخة من قسيمة جوازي عشان أطلع شهادة ميلاد لابني. بكرة الصبح هبعت معاك واحد مكتب الصحة. إنما قولي لي، هو جوزك فين؟ جوزي مسافر بعيد. يرجع إن شاء الله بالسلامة.